السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من احلى اكل الحد. الحد اكيد النهارده جينا من اكلات تكون شعبيه لطيفه. ايه بقى؟ فرخه متقطعه على 8 قطع، ولكن هنعملها في طاجن بصل شبيه لطاجن العكاوي والبصل، لحمه البصل لكن بالفراخ. و جه على بالي احط فيها بطاطسايه، بس ممكن تكون في الارضيه، يعني مش شرط تكون يعني كاملة بالبطاطس، ولكن ممكن نعملها أرضية مدام طاجن وهنشوف. بس الفكرة يعني الطبق التاني صينية كفتة باللحم الضاني، ولكن معها صوص طحينة مش برة في الساندوش، لا ده جواها في الفرن. تركيبة كده إن شاء الله تجي حضراتكم، بحيث لحم مفرومة عادية جدا، بصلاية مفرومة، وعندي كمان حبة بقدونس وفص ثوم وتتبيلة لطيفة، وهنشوف الحكاية مش إزاي. الطبق الأخير نص كيلو كبدة بقري، مش هنعملها اسكندراني ولا نعملها مشويه ولا حاجه، هنعملها يخني بس بالطماطم، كبده بالطماطم. لا انا عايز حبه صوص عشان انا مظبط حبه رز حبه وحبه، يبقى جوكر معايا في الاكله كلها. يعني لو عايز اكل الكبده دي مع الرز هيبقى عندي امكانيه، بدل فيها صوص وطماطم وسكه كده فيها تيست شويه ان شاء الله اجيب حضراتكم. وعندي كمان طاجن الفراخ بالبصل، هي برضه هيمشي معاه الرز حبه وحبه، وكمان عندي كفته لو حابب مش عايز اكل عيش وعيني مجهز عيش برضه يبقى موجود معايا فكره الرز. على ما اعتقد اربع اطباق اسهل في بعض. تعال نطلع فاصل ثم الوصف، اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب كنا قبل الفاصل بنتكلم النهارده بحركه معانا ثلاث اربع اكلات اسهل من بعض، ثلاثه مش اربعه، ربع رز ما بحسبوش، يعني في حاجات كده ما بحاولش احسبها على حضراتكم ان هو طبق، لان الموضوع ابسط من ما يكون. فبالتالي بنتكلم في الحاجات اللي ممكن فيها تفاصيل شويه، تسويات شويه، خلطه مختلفه شويه، وهو ده على ما اعتقد الاهم نتكلم عنه. الفرخه عاديه ما فيهاش اي افتكاسه، ولكن هنتكلم ان شاء الله عشان مع حضراتكم على طول عشان نختصر وقت التسويات، لان الفرخه بتاخد وقت شويه في التسويه. فرخه عاديه بيضه متقطعه على 8 قطع، يعني ازاي؟ يعني الوركه على 2، الصدر على 2، فاربعه تلاقيهم عاملين معاك 8 قطع، فده حجم كويس، وكل واحد ياخد طبعا كم اللي احنا عايزينها، ولكن حلاوتها في التسويات. هعملها طاجن ببصله كبيره، والبصله يمكن هبدا بيها الاول اسيبها لوحدها. بص البصله قد ايه يا استاذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهي لوحدها من غير اي شيء خالص، سيبها مع نفسها تنهار. يعني ايه تنهار؟ يعني هتكش شويه، طبعا لو ده كيلو بصل زي ما حضراتكم شايفين هتلاقوه اقل بشويه، هو ده المطلوب عشان اظبط تسويتي واحده واحده. يبقى انا اولي هعمل الفراخ مع حضراتكم، الثاني هنبدا نشتغل مع حضراتكم في الكفته. هعملها بطريقه ان شاء الله تكون سهله برده، صينيه كفته لكن معاها صوص طحينه منها فيها في قلب الطاجن في الفرن، وعندي الكبده او الكبد متقطعه مكعبات هتطبخ بشكل يخني شويه، فيها تيست طماطمايه كده عشان التغميس للي بيحب التغميس. طيب اجيب عندي الفراخ نبدا نشتغل واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. الزعتر ده ممكن استغله طبعا اكيد في السلق او في التشويح، يديني نفس كويس بما ان هو اتزفر وكان جرنش، فاكيد مش هرميه، ولكن زي ما حضراتكم شايفين متنضفه وجاهزه وكل شيء. فلفل اسود بسم الله الرحمن الرحيم الاول عشان الزفاره، ونشم ريحه كويسه برده واحنا بنشوح الفراخ او اللحمه. وكمان عندي تاتش بابريكا، فلفل ارناؤوطي برضو بيبقى ليه نفس كويس جدا في فكره الفراخ، ويدي لون كمان. اه مش هيدي تيست عادي، يعني هو مش شطه ما تقلقوش. طيب هعمل ايه بقى؟ الحله السخنه دي هنجيب فيها سنه زيت الاول، ماشي الكلام، وهجيب عليها حبه زبده، هشوح الفراخ في زبده. اه كده كمان، وهاجي على البصل ده وهو بينهار برده معايا بيستوي، هروح مديله مكعبين زبده في النص كده بص، وسيبهم يعيشوا مع نفسهم عشان عايز الكرمله. يعني ايه كرمله يا شيف؟ يعني يبقى لونه لون الكراميل شويه، اللي هو متكرمل، مش كراملايز اللي هو يعني مسكر زي بتاع البرجر، لا كرمله اللي هو يبقى مسكر او شكل متسكر شويه، ولكن دبلان ولونه غامق شويه. هنشوف انا قصدي. طيب وانا شغال هرمي عندي الزعتر ده في الزبده، يدي نفس كويس جدا بما ان الشباب حاطينه جرنش فنستفيد منه، ويبقى برده زي ما حضراتكم شايفين منتهى البساطه. هجيب عندي
حبه بهارات، وهاخد برضو معلقه على البصل مع الزبده. شوف، وسيبها دي مع نفسها خالص وغطي عليها. هرجع تاني هنا للزعتر مع الايه الزبده، وراح مدي كمان ورقه غار وفصين توم. تخيلوا في قلب الزبده دي، عايز اعمل حاجه ريحتها حلوه الصراحه. واجي اروح جايب الفراخ اللطيفه دي، بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا اعمل كده واسيبها هنا اهو. بص كده، بالشكل ده، وسيبها، مش هستعجل عليها خالص غير لما تاخد لون واقفل المسامات بتاعتها، واقدر اكون يعني خلاص قيمت ان انا عندي حبه تسويه كويسين. الناحيه الثانيه بفكر ان انا اخد الخضار سوتيه سريع، يعني ممكن ادبله، اخليه يبقى دبلان سنه في قلب طاسه كده برده، ويشتغل معايا في الطاجن بتدريج التسويات. يعني احنا سوينا البصلايه، سوينا الفراخ، فبالتالي عندنا كمان بطاطسايه هتنزل تبقى نيه مش معقول، حتى ناخد نص تسويه. هنعمل ايه؟ هنرحل دي هنا كده، وناخد دي هنا كده، ونسيب دي هنا. بس ايه بقى ممكن نحطها عندنا؟ والله انا بس عايز اخلي البطاطسايه تدبل سنه، فجايب عندي بطاطسايه، هصفي بس ميتها على السريع. وطماطم مش محتاج تسويها عشان ما تترش مننا، ممكن احط معاها بس لو حبيت فلفلايه خضراء، فلفلايه حمراء مع البطاطسايه، واسيبهم شويه واقفل بيهم في نهايه الطاجن على طول. نوسع نفسنا بقى كده عشان نقفل على طول ان شاء الله. طماطم دي هنرصها ودي هنرصها، والبطاطساية هنرصها، ولكن بعد ما ناخد جزء من التسوية. ممكن نديها تاتش زيت زيتون، تاتش بسيط قوي، تقليبة حلوة كده، ونسيبها شوية. الفراخ نبص عليها وشام ريحة حلوة جدا، أحلى من شكلها الصراحة. بسم الله، شايف الملامح؟ شوف، حتى التوم ما اتحرقش. بص شوف، والزعتر اخضر زي ما هو وشامم ريحه حلوه، فاحنا تمام. انا بس اديها دقيقتين كمان اخد لون تاني، ممكن احط بق مرق واغطي، اساوي شويه على ما اخلص خضاري، واقفل على طول الطاجن بالسهوله على طول ان شاء الله. ودي تمام، ودي تمام برضو اهي. تقليبه حلوه مع البصلايه اللي بتتكرمل مع الزبده وحبه البهارات اللي حطيناهم. شايف البصلايه بقى عامله ازاي؟ شكلها لوحدها يفرح النفس. خلاص دي على وشك، سيبها برده، ودي كمان نفس الكلام، ودي نفس الكلام. طيب نحضر الطاجن بالمره عشان نقفل وندخل الفرن نكمل تسويتنا، عشان زي ما قلت لحضراتكم امبارح انا بحب امسك الطبق او الحاجه من اول لحد اخرها عشان ما نتلخبطش وما نتوهش ويبقى الموضوع فيه قلق. بالمره ممكن نعمل ايه؟ بصوا، عشان برضو ايه نكسب وقت. غطا دي فين؟ اهي. بص يا فندم معايا كده لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، واحد مفيش تاني، ثلاثه. خدت بالك يا فندم؟ غطي وسيبها زي ما هي، استفيد بس من ايه؟ من السخونيه بتاعت الحله بتاعتي مع المرقه، واغطي. طيب هنعمل ايه بقى؟ نلبس كلافز ونروح نجيب طاجن مسخنينه بالفرن، ونعمل له بقى ايه اللي احنا عايزين. نقفل عليه البطاطس بقى، ونحط الفراخ اللي خدت سلقه حلوه، والامور ان شاء الله واحده واحده. الطاسه دي هشتغل بيها في الكبده، ولكن خليها الفاصل اللي جاي. اما لما نخلص الفراخ هنخش في الكفته. الطاجن سخن غويط، خليه مفتوح عشان كده هرجع تاني. شايف الطاجن ده يا باشا؟
سخن جدا. هنطعمه ازاي بقى ونعلي التست بتاعه ازاي ونعمل طاجن بصل او طاجن فراخ بالبصل ازاي؟ بص يا باشا، معلقه السمنه اللطيفه، فص الثوم الشياكه ده في اول حاجه في الطاجن، فص الثوم، سن البهار، معلقه حلوه، وقلب الطاجن الحلو. شايف الكلام؟ شايف الطاجن سخن ازاي؟ وهاجي هروح جايب عندي بصلايه حلوه وراصص على الثوم وعلى البهارات اللي حطيتها دي البصلايه بالشكل ده، تمام؟ وراح جايب عندي، خدت بالك يا فندم البطاطس عامله ازاي؟ ادي البطاطس هي كمان، وابدا ارص برضو بعد ما خدنا اول تشويحه كده اهو. طبعا طبطمايه في النص ماشي، فلفلايه ماشي، كل حاجه ماشي. هو طاجن خضار حلو بس هو المسمى بتاعه الصراحه بصل، عشان البصل اكتر حاجه فيه. حلو الكلام. وهبدا اروح اعمل ايه؟ البصل اللي عمال اتكلم عليها دي بقى تكون جاهزه، وراح واخد منها حبه كده، شوف، وموسع لنفسي كده قرن فلفل سبايسي لو حبينا، يا سلام، في قلب الطاجن الشياكه ده اكيد هيعلي التست، اكيد ده مش كلام عادي يعني. وهنا عندي الفراخ، شوف الكلام، برضو خلصانه اهي، طاجن محترم. بص الملامح عامله ازاي، اتفضل يا فندم. طاجن فراخ ما فيهوش اي حاجه من الصعوبه، على قد يعني ايه تركيب بس، تسوياته والوانه زي ما حضراتكم شايفين اهو. شوف لما خدت الشوحه بالفرخه بالزبده بالزعتر بكل حاجه حطيناها. وهدف طبعا الشنطه الاولى ان احنا نخلي الحاجه تاخد جزء من التسويه كبير ولونه حلو طبعا. لحد كده احنا زي الفل، تمام. اجي اروح مقفل بايه؟ بحبه الخضار دول. شوف منظر الخضار عامل ازاي؟ فش الفرش حلو يكسب. واجي برده في الاواخر، شوف نقفل كده ببقيه ايه؟ البصلايه الحلوه من الكرمله دي. اقفل بقى يا باشا كده، حاضر، لحظه واحده. بص المنظر، وراح عامل كده لسه. شوف طاجن يعني يستاهل بق حضراتكم بالهنا والشفا. شوف بنعمل ايه بقى. وبص بقى كمان دي اهم تفصيله عشان اسوي بقيه حاجتي. شوف حتى الثوم وكل حاجه تنزل معاه تعيش حياته. واجي في النهايه، شوف بقى اللي جاي، جايب طماطمايه حلوه تديني لون في النهايه بقى، ما انا عايز اعمل شكل حلو برده مع البصلايه اهو. حاضر، شفت الطاجن عامل ازاي؟ دي اسمها طواجن، يعني ده اسمه طاجن اللي بيقعد بقى مع نفسه. بص بقى اللي جاي، دلع بقى على الوش، معلقه زبده، معلقه سمنه، اللي حضراتكم بتحبوه. تاتش بهار حلو برضو. واجي اروح برضو ايه، مدي سنه ملح كمان زياده على الوش كده، وحبه فلفل، احب ازود انا واظبط اموري، وبكده يكون احنا زي الفل وتمام التمام. افندم اسف للتاخير. مروه هانم، صباح الورد والياسمين يا فندم. صباح الخير يا شيخ، تسلم ايديك. اهلا بيك يا فندم، اخبارك ايه؟ دايما فنان كده ومتالق. بشكرك يا فندم، كلك ذوق والله. سلامي. يعني عارف ده علمتنا كل حاجه. العفو يا فندم، العفو. هنروح نفتح مطعم. اتفضلي وافتحي، ويا سلام وكسري الدنيا. بس اديلنا في الافتتاح بقى، تنورنا وتنور الدنيا كلها. عليا الاثنين يا فندم، تحت امرك. امر كنا عايزين بقى يا شيف يعني ايه في يعني الفتره اللي جايه، لو حضرتك تعمل لنا شويه ستريبس، الحاجات اللي هي الاطفال بيحبوها دي. حاضر. بدل ما كل شويه نخرجهم ياخدوا الحاجات دي بره، احنا عارفين بنحمر في زيت شكله ايه، عارفين الفراخ شكلها ايه، فلو تعمل لنا حاجات الوجبات السريعه بس بشكل صحي شويه. حاضر يا فندم، اوامر. حاضر، تسلم ايديك. حاجه ثانيه؟ ميرسي لذوقك، صباح العسل عليك وعلى الاسره الكريمه. شكرا يا فندم. حاضر، اوامر يا فندم. علا هانم، الو، صباح الفل.
صباح العسل يا شيخ. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ يا رب تكوني بخير. تمام الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله فندم، كله بخير نحمد ربنا والله. تحت امرك. بنتعلم من حضرتك. تسلمي. انا بس كنت عايز اسال حضرتك على طريقه بلح السام، دايما بيطلع معجن معايا من القلب مش عارفه ليه. حاضر يا فندم، حاضر حاضر. حاجه ثانيه؟ طريقه بس لو طريقه سهله من حضرتك كده. اوامر. ومريم بنتي عندها 6 سنين وعايزه تسلم على حضرتك. يا سلام، ده انا اتشرف بالدهان. يلا يا مريم. الو. الو مريم، ازيك؟ ايه اخبارك؟ ايه حلوه؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ عندي 6 سنين. بحب حضرتك قوي. وانا بحبك جدا جدا. وبتعرفي تعملي اكل بقى ولا لا؟ لا مش بعرف. طب ايه بقى لما تجينا هتعملنا ايه؟ ها؟ ماما بتخاف علي. لا ماما ما بتخافش عليك ولا حاجة، انت بس اسمعي كلامها وهتدخلك المطبخ تعلمك طبق حلو عشان تنورين ان شاء الله هنا في المطبخ، ونقف مع بعض نطبخ كويس قوي. ماشي؟ حاضر. يلا مستنيك، سجلي بياناتك عشان لما تجهزي تنورين ان شاء الله. حاضر. ربنا يحميك يا رب ويحمي كل اولادنا يا رب. طيب سريعا، حتة لحم مفروم بس ضاني. ماشي؟ ايه بقى الحكاية يا باشا؟ حكاية أنا عايز أعمل حتة كفتة ولكن بنفس لطيف، وأي حد يخش يعملها مبقاش فيها صعوبة. إحنا كمصريين، أو أنا بقى بتكلم بلساننا كلنا يعني، بنحب الكفتة أحسن من المشويات. أو يمكن أكتر حاجة بنحبها في المشويات هي الكفتة قوي. فالكفتة بقت هي عنوان الكبكبي. لو الكبكبي شاطر تاكل عنده كفتة حلوة، لو الكبكبي عنده كباب حلو وريش جميل، لو فراخ وإلخ حلوين وكفتة لا، تبقى في مشكلة عند الكباب ده. وتلاقي ساعات الكفتة لو حلوة ممكن تكون أغلى من الكباب، خدوا بالكم من النقطة دي. وتلاقي ساعات أكيل الكفتة يعرف يفرزها يقول لك لا دي مش ضاني صرف، دي فيها حتة جمري، لا ده خليط ما بين البقري. لأن في بعض الناس، في بعض الناس بتخلط، وده موجود عشان بس نبقى واضحين مع حضراتكم. ومش دايما اي حد يعرف يكشف التفاصيل دي. يا شيف انا مش بوقعكم في الناس والله، انا بقول الحقيقه. الحقيقه هي دي. يعني لو انت بتعمل، لو انت مش عايزني اتكلم عن الحقيقه حضرتك، يعني انت تعمل كده ومش قايل للزبون، يبقى انت تعمل حاجه غلط. يا اما اقول له والله انا ببيع الكفته دي فيها حته جملي، انا ببيع الكفته دي فيها حته بقري، مش عيب. قول له والله ليه الاختيار، لا يشتري لا، لكن ما جيش ابيعها لك على اساس ان هي كفته ضاني من الدوش والكيلو مش عارف بكام، وهي ممكن تكون خليط. طب اختصارا للمعلومه يا شيف والتسخين يا شيف، اعرف منين؟ التست، الريحه. اكيل الكفته حافظ وعارف ملامح وشكل صباع الكفته وهو بينزل ضاني، والناشف الغامق هو عارف ده ايه. مش هتكلم اكتر من كده، بس انتوا اكيد فاهمين انا قصدي ايه. مش بقوي حد على حد، صدقوني الحقيقة. أصل في حاجات كتير جدا الزبون ما يعرفهاش، فدورنا احنا أو أنا أعرفها وأقول لحضراتكم. مش بضايق حد عشان بس ما حد، أنا عارف الكبكبية هيزعلوا مني في التفاصيل دي، بس الكبكب الدغري حتى لو كان سعره غالي نضيف معروف بتروح لآخر الدنيا. أما اللي في النص معديها لازم نقف عند الجزئية دي، ده حق يقال يعني. طيب عشان انا كمان دقيقتين هتلاقيني بتكلم، انا عارف هسكت. هجيب بقدونس في الكفته مفروم. بص كده، دول مش هم، دول اكيد اللي حطهم، دول كانوا في الجرنش بس هستخدمهم يعني. ماشي. وهاخد، شوف دي الكفته تبع انا بقى، فص توم. وهاخد حبه بقدونس طبعا تانيين، وبصلايه ناعمه او مبشوره اهي مش كتيره. حلو كلام. وهاجي عندي معلقه بهار مشكل، وهو الطبيعي ممكن اديها ملح وفلفل وممكن جوز الطيب وملح وفلفل بس، وادي حبه الملح بس كده خلاص. حلو حلو كلام. بسم الله، واروح بقلبها كويس. شوف الكفته الضاني عامله ازاي، البياض بتاعها يبقى عالي شويه، اللون فاتح اهو، ده بيبقى نسبه الدوش او الدهون بتبقى عاليه. ايه حلاوه الكفته على فكره بالدهون اللي فيها عشان بس نبقى واضحين. يعني معناها يا شيف لو كناها لحم احمر مش هتبقى وحشه؟ اقول لك مش تبقى حلوه قوي، هي حلاوتها في الفاتس. ولذلك مفيش حاجه اسمها كفته دايت. كفته مشويات وكل حاجه، ولكن لا الدكتور او الكوتش يقول لك لا
تاكلش كفته عشان فيها نسبه دهون كتيره. بص منظر الكفته عامل ازاي، ما فيهاش حاجه. شوف شوف من جوه ريحه حلوه. اديها كمان من عندي الصراحه جوز الطيب بتديها تيست عالي قوي اهو. حبه كده حلوين شايفهم، مش كتير، تدي نفس بس مش اكتر من كده. طيب وبعدين واحنا ادينا زفره كده بقى، مره نقفل الصوابع دي، نجيب عندنا الصينيه حالا، صينيه عاديه، وهنجيب عندنا لا لازم نغير الكلام عشان نجيب ميه بقى. ميه البصل دايما بتبقى اسهل حاجه، او الميه عامه في تصبيع الكفته عشان ايدينا ما تلزقش. طب يا شيف انا بحط زيت، اقول لك في الجملي عفوا في اللحمه الجملي ممكن نحط زيت ان هي تبقى خضره ومش فارقه معاها موضوع الميه. اما الكفته دي ما تحطش معاها زيت عشان لما نيجي نشوي الزيت ده هيحرق الفحم او يتحرق بسرعه مع الفحم، فبالتالي هتلاقي اللي هي اللي بيسموها الهبابه، او اللي هو النار لما بتطول الزيت هقولها لكم ازاي، تلاقي في سواد كده طلع من، او النار عليت مره واحده في الشوال، بتكلم على الفحم عليت قوي، فعلى ما ترفع الشبكه بتلاقي في لون غامق شويه اللي هو تحس ان هو اتحرق وما اتحرقش، يعني ممكن تمسحه بمنديل يتشال. ده بيبقى نتيجه الزيت اللي في الاكل او اللي في اللحمه او في اللي في الكفته وطاله نار فعمل الهبه دي. بعد ما طفينا بديكم تفاصيل معلش يمكن صعبه شويه، بس هي الحقيقه كده. بعمل كده ايدي ميه اهي، بسم الله، وامسك صباع الكفته ايا كان حجمه اهو، وباول كور كده، المفروض اخش تلاقي شويه تريح، وبعمل كده اهو. بص اروح اعمل كده اهو كده تاني، وظبطها عشان طبعا هي مسخسخه شويه، واروح اعمل كده اهو تاني سنه ميه كده كمان حته كده، واكورها شويه، مكبر شويه عشان هيكش، عامل حساب ان هيكش. فلما بيكون الكفته ضاني بتكش طبيعي عشان نسبه الدهون اللي فيها شويه. فانا هعملها براحتي، اكبر زي ما انا عايز، وهطلع فاصل صغير جدا. بعد الفاصل ان شاء الله هنرجع نكمل ونشوف ايه حكايه الصوص اللي هنعمله معانا. انا عايز اجيب عندي حبه طحينه، وحبه الطحينه هفكهم شويه، وبعد كده هبدا هطعمهم، وهنشوف ان شاء الله ولكن بعد الفاصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله. طيب كنا قبل الفاصل واقفين عند طبقين، نفذنا الحمد لله واسسنا الامور بشكل كله لطيف. نراجع وحركه سريعا، فرخه قطعها على 8 قطع، اتبلت اتشوحت، جبنا كيلو بصل قطع شرايح رفيعه، والهدف من تقطيع شرايح رفيعه ان يستوي معايا بسرعه، وان اقدر كمان استغله في تغميس في معلقه رز ايا كان. تبلناها كويس، شوحناها في زبده مع زعتر عشان تدي نفس كويس، وديناها بق مرقه فبالتالي ساعدتنا على السلق شويه. جهزت عندي بطاطسايه فلفلايه طماطم نفسي في كله، قفلته في الاخر بالتدريج في قلب الطاجن وراح على الفرن. الطبق الثاني حته لحم مفرومه، حبه بقدونس، فص ثوم من غير زيت، بصلايه، حبه جوز الطيب، وحبه ملح وفلفل وبهارات، كورناهم او عملناهم صوابع دخلناهم الفرن. هنكمل ان شاء الله كمان شويه. دلوقتي الطبق الثالث كبده بس بصوص. ايه الحكايه؟ ايه الموضوع؟ تعال نشوف المقادير. نص كيلو كبده، عندي بصل ده الجديد في الكبده النهارده، هو الطماطم وهريسه طبعا وتوم، وعندي فلفل احمر وفلفل اخضر، وعندي حته ليا دهن شويه بس هتدي تيست، لان الكبده زي ما حضراتكم شايفين محمره، فبالتالي هتبقى مش وحشه كل حاجه، ولكن خلينا نظبطها شويه مع بعض. طيب سنه زيت الاول، بسم الله كده، وهنزل اول حاجه بالكبده، بسم الله الرحمن الرحيم، على السخونيه دي عشان ايه بقى يا شيف؟ عشان اخد صدمه ما تجيبش مني ميه، فبالتالي تبقى رايحه في سكه الطبيخ قوي، فانا عايز تبقى يعني متشوحه. نشوف بسم الله، تشويحه حلوه كده على السريع على السخونيه دي، سنه زيت بسيطه مش كتير. في روائح حلوه، لكن ندي تاتش بهار عشان ريحه حلوه. انا بشوح كده
ووسع نفسي. هي تاخدش مني وقت التسويه كتير. بص المنظر عامل ازاي. طيب وبعدين هبدا انزل عندي ببصلايه اهي. وبعدين حبه فلفل اخضر واحمر، وطبعا الكبده الصراحه يعني سبايس، يعني تحب التشطه شويه كبده يعني. واللي ما بيحبش طبعا اكيد مش مجبرين، ولكن انا بقول الحقيقه يعني ان هي بصراحه طعمها بيبقى حلو لما بتاخد سنه السبايس دي. واقلب شويه البصلايه مع قرن فلفل، شايفهم عاملين ازاي؟ واوسع لنفسي كده واجي عندي احط معلقه توم حلوه اهي، ومعلقه هريسه حلوه، او بلاش هريسه لو مش عايزين ممكن نحط عندنا فلفل حار فريش اخضر او احمر. وارجع تاني واروح مقلب اهو، واجيب كله مع بعضه بقى. هنا الملامح بدات تبان، شفت قطعت الكبده كمان مميزه، فبالتالي يعني مختلفه عن فكره الاسكندراني او المشويه. واوسع كده تاني برضو، واجي اروح نازل على طول بالطماطمايه. عشان تعمل صوص بقى. وفكره الدهن طبعا زي ما قلت لحضراتكم، لو حابب مش حابب بس هي مش كتير. بص قد ايه. خش بقى في النص كده اهو، سيبهم هنا كده على جنب تحت النار ونغطي عليهم وندي تقليبتين حلوين ونسيب الكلام ده كله مع نفسه. طماطم والبصل هيجيبوا ميتهم هيعملوا صوص. الكبده استوت او خدت جزء من التسويه فاحنا امان، وحتى لو جابت ميه بيحصل. اه هنبهر بايه يا شيف؟ والله تبهير اللي نحبها يعني. شوف بيحب البهارات ايه، بس طبعا البهارات الشرقي بتاعتنا او اللي هي الاورينتال بتبقى حلوه جدا يعني، زي دي كمان. وهياخد عندي هنا بقى حبه كزبره ناشفه، تاتش حبه هن ناعم، وكمان عندي حبه كمون وحبه ملح. واقلب شويه بقى كده. بص بقى الملامح هنا بقى هتبدا تقول احنا بنعمل ايه. واجي اروح جايب عندي حبه زيت على وش زيت زيتون. تخيلوا بقى المنظر ده بقى معايا. استفيد بزيت الزيتون يبدا يعمل لي صوص، مش هشوح فيه. انا خلاص شوحت من الاول بحبه زيت خفاف وخدت الصدمه وخدت اللون. سيب دول بقى مع نفسهم شويه يبداوا ينهاروا كده ويستوي ويبقى زي الفل ويعملوا صوص بقى. بص الملامح هنا، بص صوص هنا بقى، هنا بقى الحكايه بقى خلاص هتبدا بقى تتجمع. بس انا بقلب دلوقتي كويس دي عشان البهار يدوب، ما يبقاش محصول او ما يبقاش ناشف على وش الكبده او مع الخضار. تمام تمام، سيبها بقى شويه ونكمل تسويتها. تعالى نعمل الطحينه بس بالهريسه بقى، بلاش نحط لها بقى شطه عشان ايه يبقى غيرنا اطعمه مختلفه. هنجيب عندنا بوله فاضيه، بسم الله، ومضرب. اول حاجه عندنا هنجهز الهريسه والثوم وحبه الطحينه. تمام، وكمان طب يلا هناخد الطحينه الاول ننزل بيها كده. شايف حبه الطحينه ما فهمش اي تفاصيل اه. تمام، وهنجيب عليها حبه ميه، هجيبها من هنا صح. بص قد ايه، وهنزل برضو بيهم يعني واحده واحده مش كلهم. بص الطحينه عامله ازاي، ايدي عامله ازاي، نفس اللي بعمله هو اهو. بص هنزل بميه هتكلكع اهو، شوف ادي كلكعه، خدت بالك يا فندم اهو كلكعت. انزل تاني ميه ساقعه، فكك من موضوع ميه الدافيه ونحط دقيق والحاجات دي ما اعتقدش بقى بقت موجوده خلاص، احنا عندنا الامور اسهل. بص شايف الكلام اهو، وابدا انزل تاني واحده واحده لحد ما اعمل القوام اللي انا عايزه، اخليها كريمي اخليها زي الزبادي براحتي اهو. شوف الطحينه بتفك وبتربط تاني اهو، خدت بالك كده بقت كريمي. سنه واحده كمان وابدا الم كل ده. حاضر لحظه واحده اهو، مفيش حاجه. اي حد يخش يعمل الطحينه وهو مغمض كده اهو. تمام، شوف بقت عامله ازاي، بقت كريمي اهو، لسه ما حطناش عليها اي حاجه اهو. بص المنظر اهو، هديها كمان سنه الميه دي عشان عايز تبقى صوص شويه اهو.
كده 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 كده. اه شفت الصوص عامل ازاي؟ مش كريمي زي اللي وريت لكم من شويه كده. بقى هبدا ادي ايه بقى؟ حبه الثوم، وهدي كمان عندي الهريسه، معلقه هريسه حلوه، وهدي عندي كمان حبه بقدونس، واجي كده اروح واخد حبه ملح، سنه كمان وسنه كمونه، وارجع تاني واروح مقلب. شوف الملامح، تاتش كمان لو حبيت، لو حبيت زيت زيتون كمان حته، كاني بعمل حاضر كاني بعمل يعني سلطه. بص حاضر، عينيا الاثنين حاضر. شوف الصوص عامل ازاي، انا كده كلها عادي على فكره، مش محتاجه مني اي شيء، بس انا هحطها كمان مع الكفته. حاضر، سيبها على جنب لما الكفته. تعال بص على الكفته حالا. حاضر. شادي، الو الو، صباح الفل يا شادي. مرحبا. مرحبا شادي. اهلا وسهلا شادي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا معاك الشيف فادي من لبنان. الشيف فادي ولا شادي؟ فادي. فادي، اهلا بيك يا شيف، ازاي حضرتك؟ الله يخليك. واهل لبنان حبايبنا، اهلا وسهلا بيك. تسلم، الله يخليك. اولا قبل ما تتكلم بشكرك لمتابعتك لينا ومكالمتك كراجل شيف وكمان من لبنان، فدي حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا. انا بكبر فيك عن جد، انت شيف عالمي عن جد. سي ربنا يخليك، تسلم يا شيف. يعني عن جد انا على طول بتابعك، حتى لو كنت بلبنان او بالامارات او بقطر، دايما دايما بتابعك وبشوف الانامل السحريه اللي انت بتعملها. شكرك، شكرا لذوقك والله ومتابعتك لينا. الشيف اهم شيء. حضرتك يعني عن جد عن جد رفعت راس مصر، انت فيك شغله حلوه وفيك كاريزما حلوه غير الشافيين كلهم. عندك كاريزما كثير حلوه. شكرا والله، كلك ذوق. لمسه ايديك، العيارات توب، يعني بتعطيه انت يعني سبيشل سبيشل، شغلات حلوه كثير بالاكل. ربنا يخليك. على فكره الكفته، الكفته دي عندنا اللبنانيه مشهوره بلبنان. اللي ايه يا فندم؟ الكفته اللي عملتها دلوقتي مالها؟ كثير حلوه. طيب كتير. يا باشا احنا نبعت لك حد عندك والله نطبخ ونبعت لك على طول. حضرتك مقيم فين دلوقتي يا فندم؟ في الامارات ولا في لبنان؟ لا انا هلا في اسكندريه. قاعد في اسكندريه. عشان كده اسكندريه منوره بيك والله. تسلم، الله يخليك. تسلم حبيبي، انت منور مصر بلدك الثانيه. الله يخليك يا رب. وبشكرك ومتابعتك لينا، وخلينا نستفيد من حضرتك. طبعا انت شيف لبناني مظبوط؟ انا شيف تنفيذي، شيف من وزاره السياحه، يعني عضو اتحاد حكام العرب بلبنان. برافو ما شاء الله. الحمد لله بالعالمين، بس انا جاي اتكرم عندكم وبعدين رايح الامارات، بس انا حبيت اسمع صوتك يعني واحضرك. عن جد انت كثير شيف بترفع الراس. ربنا يخليك، واتمنى نكون اصدقاء وانا بحترم يعني بحب الشيف جدا. مهنه الشيف بالنسبه لي كبيره جدا، وكون ان الشيف يتابعني وكمان من لبنان زي حضرتك، شيف شاطر، شيف تنفيذ ده يا جماعه، يعني على تايتل اكزيكتيف شيف، يعني يقول او يقدر يبقى مسؤول عن فندق كامل مش مطعم. انا بس بوضح الداتا بتاعت حضرتك للناس. صحيح. فانا يعني انت حضرتك في مكانه كبيره جدا في مجال المطبخ، وطبعا اللبنانيين انتوا مطبخ عظيم جدا، وكل ان شيف يكون بيتابع شيف فدي حاجه بالنسبه لي كبيره جدا. انا بشكرك واتمنى اكون على تواصل، ولو عندك أكيد. امكانيه مره تكون موجود في القاهره تنورنا في البرنامج وناكل من ايدك حاجه حلوه. اكيد ان شاء الله. يلا بينا، سيب رقم تليفون حضرتك في الكنترول. وانا كتير كتير يعني كتير مبسوط بصوتك وبحركات ايديك الحلوين يلي انت بتبدع فيهم. حبيبي عندك الكاريزما كثير حلوه. شكرا، كلك ذوق. واهم شيء اهم شيء حضرتك يعني بتعطيه الوصفه المضبوطه 100%. سير ذوقك والله، تسلم يا شيف. حبيبي شكرا. حبيبي تسلم يا شيف والله، كلام كبير على دماغي وعلى راسي. تسلم، واتمنى ان شاء الله نتقابل عن قريب. تسلم، شكرا يا فندم ليك ومكالمتك ومتابعتك. تسلم. هم اللبنانيين لسانهم حلو ودايما يعني محترمين ودايما بيعملوا اكل حلو. عايز اقول لكم انا لفيت لبنان حته حته، ولفيت في مطابخ ومطاعم لبنان. حضراتكم اكيد فاكرين في عملنا موسم مره في احلى اكله من لبنان، ولفينا
من أصغر مطاعم لحد أكبر مطاعم، ما في حد عدنا عليه كشف وشنا ولا قال لنا كلمة تزعلنا ولا أخرنا في تصويرنا ولا بخل علينا في معلومة. حضراتكم أكيد تفتكروا التقارير، إحنا عملنا بتاع 10 تقارير يمكن أكتر لو تتذكر مع حضراتكم. لبنان شعب جميل، بلد جميلة، ربنا يا رب يكرم لبنان تاني وترجع أحلى وأحلى من الأول، يمكن من أعز البلاد على قلب لبنان عامة، حتى الواحد اللي بيروح بيحس إن هو في بلده التانية. أنا بشكرك وبشكر كل اللبنانيين بيتابعونا، شكرا جزيلا يا فندم. طيب أرجع تاني سريعا مع حضراتكم، شايفين المنظر والملامح راحت فين؟ شايفين الملامح؟ خلاص الكبده دي بتقول لي شكرا جدا. بص الصوص اللي كنت بتكلم عليه، شوف المنظر كده، حرام لو طولنا او كترنا عن تسويتها، هي كده زي العسل قوي وتطلع على طول تتغرف. وزي ما اتفقنا حابين نعملها برز ماشي، ناكلها بعيش برضو ماشي، بس انا تمام وزي الفل. طيب نرفعها من على النار ونخش نشوف اللي بعدها. افندم دي كده خلاص تمام، شايف المنظر؟ شكرا، تبع من هنا كده وميرسي جدا ليكي. تعال نبص على الكفته، الله اكبر، انا تمام، الله اكبر. حالا شوف كده يا فندم، هطلعكم فاصل حاضر لحظه واحده. بص حبه الكفته دول، شايف فاكرينهم ايه الكلام؟ فيهم افتكاسه مفهومش افتكاسه. طب هتعمل ايه بقى لحد كده؟ انا اديني لقمه بلدي، حبه طحينه انا عسل. لا بس انا هديك الزياده بقى، هنروق على الجديد. ايه بقى الجديد؟ هناخد الكفته الحلوه دي ونطلعها، بص المنظر، هنرصها هنا كده كده، تمام لحد كده زي الفل. وبعدين يا شيف هاخد عندي الطحينه الشياكه دي واعمل كده بس، شوف الكلام. واستنى بقى خد مني التقيلة والكبيرة والحلوة واللطيفة، شايف حبة الصوص اللي نازلين من الكفتة دول؟ هنزل بس كده كمان حبة بس كده، شكرا. ودول بقى فين يا شيف؟ ارجع تاني الفرن، خمسة بس يعني، خمسة مش عايز اكتر من كده. بص الصوص كده، ايوه، وسيبها السيكة كمان ونشوفها ان شاء الله بقى حضراتكم كمان شوية. تمام، وابص بص على الفراخ، الله اكبر. معانا يا استاذ؟ طبعا انا يعني سايبها تاخد مع نفسها، طبعا الملامح حلوه لكن انتوا عارفيني في النهايه هتني برضه بطلع من تحت لفوق عشان نفهم الموضوع ماشي ازاي. كده عندنا طبق اتنين تلاته جاهز. انا رايي نبدا حتى نوضح للناس الرز حبه وحبه المصري ونطلع فاصل، اوكي؟ دي دقيقتين ممكن نروق بس مكاننا يا فندم ونشتغل على طول. رز حبه وحبه احنا بنحبه وسهل جدا، هو او الشعريه او اي حاجه. تفصيلته بسيطه جدا ولكن بيمشي ويليق على كل الاكلات بتاعتنا الشعبيه او المصريه. وشفته في كذا حته برضو، ناس بتحب تزود عليه حاجات وتحب تنقص عليه حاجات، كل واحد وذوقه. كل واحد وذوقه، ولكن انا هعمل النهارده الرز بتاعنا الكلاسيك العادي لاي حد برضو عارف، ولكن هو لايق او بيليق مع الاكل اللي احنا عاملينه النهارده. حبه رز هنبدا نشتغل بيهم حالا، بس اروق الايد ده لحظه واحده. الطحينه طبعا اللي باقيه دي هتتحط في طبق جنب الصينيه اللي هتطلع، شيل من هنا كمان. زبدة وزيت، زبدة وزيت، نوسع نفسنا، نجيب عندنا الحلة اللطيفة دي، وعندي مرقة سخنة اللي هشرب بيها الرز، وعندي معلقة بنزل بيها كده، آدي الزبدة وآدي سنة الزيت. ليه يا شيف مش سمنة، أو ليه يا شيف مش زيت بس أو زبدة بس؟ الزبدة حلوة تدي طعم كويس، والزيت بيحافظ على الزبدة ما تحرقش مني بسرعة، بلس ان بيدي لمعة حلوة للرز بالاخص. فبالتالي احنا بنسيستم الامور بشكل بسيط. هنزل في النص كده بحبيتين
حبهان ورقة غار وبصلاية كاملة زي كده اهي كاملة زي كده، ولكن هاخد نصها لان هي كبيرة شوية كده، وهعمل كده تمام، ومش هكسرها هسيبها كده بس، خدت بالك اهو عشان اخد التيست بس وانا بقلب اه حلو الكلام. وهجيب عندي الرز المصري بتاعنا واخد الكميه اللي انا هعمل منها حبه وحبه، دي الحبه الاولى، وهبدا احمر فيهم لحد ما يبقوا عاملين زي لسان العصفور او الشعريه المحمره، وبعد كده هبدا انزل عندي بالرز التاني واتبل وابهر واروق الدنيا واشرب واوطي النار وشكرا، يطلع معايا رز مفلفل مظبوط. طب شيف قول لي المعيار بتاع الرز بتاعك قد ايه؟ والله يا فندم الف ب معيار رز بمنتهى البساطه، كوبايه الرز المصري او كيلو الرز المصري او حله الرز المصري او بولت الرز المصري بالظبط كوبي قدها مرقه. تاني يعني كوبايه زي دي لو دي كلها رز وبشوحه او بسلقه او بعمله، ايه المرقه بتاعته يا شيف؟ قدها بالظبط. طب اكتر سيك عشان يتبخر، اقول لك اصبر بس، حط الرز بالمعيار ووطي النار، مش الميه مش هتشرب منك بسرعه وهتساوي الرز كويس وتمام. طب سؤال بالمره كده يا شيف، بالمره وانت واقف، طب الرز البسمتي اخباره ايه؟ الكوبايه قدامها كوبايتين الضعف، وافتكر دايما الجمله دي ان الرزايه دي صغيره والتانيه كبيره، فبتاخد الضعف، مشيها كده يعني، مشيها بالفكره دي وجربه مش هنخسر حاجه. هرجع تاني، الرز عندي هنا بدا ياخد اللون اللي انا عايزه اهو، شوف الملامح، واقلب البصل اللي في النص ده هشيله بالنهايه عشان كده سايبه كبير، لو انا مش عايزه من الاول ممكن ما نحطوش، ولكن هو بيدي نفس كويس، وتعلمتها دي عمري ما هنساها من شيف من الاساتذه بتوعي، ويمكن دايما بفتكر بالخير، هم كذا شيف بصراحه، كنت عيل يعني يعني كان عندي مثلا كام سنه، 13 سنه 14 سنه وانا في بدايه المهنه يعني، فكنت بشتغل في احدى الفنادق الكبيره او بتعلم فيها يعني مع الدراسه في وقت الصيف، 3 شهور الصيف ما كانش فيه اللي احنا بنعمله دلوقتي، الواحد اجازه يقعد مش عارف، مفيش الكلام ده، احنا في المدرسه في اجازه الصيف بنروح نشتغل، او مش بشتغل فكره ان انا اروح اشتغل عشان الفلوس، ان كانوا بيدونا مرتبات يعني حاجات بسيطه رمزيه، لان كنا طلبه وبنتعامل ان احنا بندرس يعتبر، ف من حظي ومن يعني من حسن حظي يعني ان انا اتعلمت المهنه على ايد شيفات جامده جدا في مصر، و جامده جدا بجد يعني، مش كلام، مش جامده عاديين، مش ان انا لا والله ما قصدي يعني، حظي كان كده، المدرسه دي او المجال ده حظوظ حسب الفنادق او حسب الجهه اللي انت بتتعلم فيها او المعهد السياحه الفرديه بتاعك بيوديك فين، او مدرستك السياحه الفرديه بتوديك فين، او كليتك فين، بس انا كان من حظي المكان ده. فشاف هقول اسمه، ما ينفعش ما اقولش اسمه، الشيف عصمت. الشيف عصمت ده ما اعرفش هو سامعني دلوقتي ولا فاكرني ولا ناسيني، هو واحد تاني اسمه هاني عفيفي. الاثنين دول معلمين في المهنه، كنت انا عيل صغير كده وهو كان ياخدني جنبه كده يوقفني اروح اغسل شوال الرز بدون مبالغه والله صدقوني، اجيب شوال الرز من المخزن واطلع اروح اخده على الحوض واحطه عندي في المصفى واغسله وافركه ويبقى ميته لازم تكون شفافه، واصفي كويس واحطه تاني على الترول واروح له، هو اللسطه بقى واقف على الرز، مش حلل، ما كانش في حلل في الفنادق دي عامه يعني، بتشتغل كده حاجه كده زي بنسميها علبه، ما اعرفش اسمها ايه بس الحقيقه، بس هي اسمها علبه رز، علبة دي بتشيل الشكاره شكارتين يعني كميه كبيره جدا، والمعلقه مش معلقه خشب، ده اسباتيول كبير كده، كنت بقف اعمل كده مش بعمل كده. فبعد ما اجيب الحاجات دي المقصود اختصر الحكايات يعني انا اسف، روح هات بصلتين ثلاثه، اروح اجيب البصلتين ثلاثه واجي يقول لي سيبهم هنا حطهم في بتاع، استغربه هتعمل رز بالبصل يا شيف؟ اخلص حاضر. وساعات كان لما يكون رز ابيض نحط عليه حبه لبن، والله بديكم المعلومه اللي اتعلمتها والله كمان مره، ونحط البصلايه وامسك السباتيول واقعد اقلب 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 لحد ما هو يبقى تمام. وكان المرقه بتتحط مش من حله برضه، من حاجه اسمها براميطه كبيره كده بيبقى كلها ميه او مرقه وفيها حنفيه تركيبه كده مش هشغلكم بيها، يروح فاتح هو بعد وشك، طبعا البخار بيطلع غير طبيعي، ويروح موطيين ومهدين النار. معلقه الرز دي اللي كان اللي بياكلها ما بينساش الفندق تاني، مش ما بينساش الشيف، هو ما يعرفش الشيف اللي كان الرز ده ما يعرفوش،
ما بينساش الفندق تاني كله من حبة الرز اللي الشيف ده كان بيعمله. أنا بقول الصراحة والحق يقال يعني، فاتعلمتها. ويقول لي في الآخر شيلها محدش هيعرف إيه، بس النفس هيبقى حلو ياض يسمع الكلام. أقول له حاضر. فتعلمت الفكرة دي، بس كان بيحط بقى البصل الصغير الأول ما مش بتقطع كده، ولكن كل واحد طبعا وطريقته. ولكن دي معلومة أطلت عليكم في شرحها، ولكن صدقوني عمرها ما هتتنسي. من وانت صغير تتعلم الحاجة عمرك ما تنساها وانت كبير. والشغلانة بتاعتنا دي مهنة، فالمهنة دي لو ما تعلمتهاش عن حب وعن تعليم من وانت صغير عمرك ما هتنفع. وأي حد في الدنيا التعليم يجي معاه بالسهل عمره ما هيبقى ثابت في دماغه بالسهل. أنا آسف معلش طولت عليكم في الكلام، عايزيني مني؟ حاضر حاضر حاضر، هحط حبة الرز دول ونشرب ونطلع فاصل. اتفضل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب معلش دوشتكم شويه قبل الفاصل بالحكايه دي، ولكن انا ما بحبش انسى، وبحب دايما يعني تصدقوني يعني لو انا كبرت الله اعلم ما حدش عارف، لو انا قاعد في البيت او حد من اولادي يعني مثلا وسمع اسمي حد بيقوله، على فكره ممكن يكون يتبسط. انا ما اعرفش الناس دول فين بصراحه، يعني لو هم سمعنا والله تحيه كبيره جدا من حضراتكم، وانا اتشرف اني كنت في يوم من الايام تلميذ لحضراتكم، ومش عايز انسى حد لان في اساتذه كتير جدا على مهمه المهنه. فكل ما ببقى كويس في حاجه او كل ما حد يشكرني في حاجه اكيد طبعا ده فضل من ربنا. ثم اي حد علم حد بيقعد لك لفه الايام، بكلم في حاجه فوق 20 سنه، لا فاكر اساميهم وفاكر معاملتهم ليا هم او غيرهم، فطبعا لازم اشكر. ولو هم سامعيننا اكيد يوصل لهم الشكر، او اولادهم او اي حد من جيرانهم، فاكيد طبعا يعني ممكن في لف الايام وانا برضو ابقى في نفس المنطقه دي وحد يفتكرني فعيالي يسمعوا. فالحاجات دي مهمه جدا، ما اوعى تنسى حد عمل في حاجه حلوه، واوعى تبقى تنسى الاصل وتنسى الايام اللي كان فيها في يوم من الايام فيها افاده ليك وفيها تعليم ليك في اي مجال، مش شرط يكون انا بتكلم فيه. ان اكيد كل واحد فينا لو رجع شويه بدفاتره وفك شويه كده ونسى شويه البابلز الواحد عايش فيها والموبايلات والسوشيال ميديا والدوشه اللي احنا فيها دي، وبس كده فكرت يعني لحظات في حياتك، في بدايه حياتك او في بدايه تعليمك، مين ليه فضل عليك ومين علمك وتعلمت ازاي وربنا اشترها معاك ازاي وكرمك فين، لا هتتبسط وهتزيد اكتر. ودايما يعني بنبص للكوبايه مش المليانه، لا احنا مش الفاضي، لازم نبص للمليان، تشوف انت قد ايه تعبت، بس قد ايه ربنا كرمك، قد ايه الحاجات دي كلها مهمه جدا الواحد يعني يبقى عنده الطاقه دي. وده شيء على فكره مش عايز اقفل الكلام، ده حق لازم كل واحد ياخده من التاني ايا كان، ان اللي بيعمل لك شيء كويس انت تشكره. كلمه شكرا مش وحشه، كلمه شكرا دي مهمه جدا، كلمه شكرا دي يعني بتخلي اللي قدامك يعمل لك تاني او يعمل لغيره تاني، لان في مقابل حتى لو كلمه حلوه. وجبر الخواطر صدقوني ما حدش في الدنيا بيمشي مستريح ولا راضي الا بجبر الخواطر. كلمه الحلوه حسنه، والكلمه الابتسامه في وش اللي قدامك مهمه صدقوني، بتسيح نار كبيره. ممكن تكون بتكلم مع حد وهو متعصب وبتاع، تسيب بس في وشه كده حاضر، كلمه بسيطه تهدي الدنيا. دي مهمه جدا الثقافه دي صدقوني، انا بقولكم عن تجربه، انا عارف الناس احسن مني كتير بتعمل الحاجات دي، بس دي مهمه جدا صدقوني. الكلمه حلوه يعني صدقه، يعني تاخد عليها ثواب مهمه جدا. والشكر واجب وعرفان، لما حد يعمل لك حاجه هلفه تشوف كام سنه حبه رز افتكرت اسم هاني عفيفي وعصمت وخالد ابو سليم، ناس اشيفات مش هنساهم لان دول علموني الشغلانه، فلازم الواحد يشكر الناس دي في مكانهم. نغرف ونقفل بقى عشان ايه ما بشكمش اكتر من كده. حبه جرجير عليهم ليمونه جرنش، دول بقى يتصب عليهم الكبده الحلوه دي. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى كده يا باشا شوف الكلام، بص شوف ادي حبه الكبده البلدي بتوعنا اهو بالهنا والشفا لحضراتكم. تغميس ماشي، رز برده ماشي، الدنيا كلها شايف ده بهاريس دي شايفها. نم كده حاجتك ما ترميش حاجه اهو، دول طعم العسل كله، دول اللقمه الاخيره دي
طبعا انا بعمله ده غلط اصلا، انا ماسك حله سخنه بس طبعا خد معانا دي ماشي. بص حركة على الله، طبعا دي سخنه بس تمام. ده يطلع على طول زي ما هو كده. وعندي سنيت كفته بالمره ثانيه، شوف دول برضو دول استووا غير اللي بتوع الطحينه، هنشتغل بيهم برضو. وعندي حبه الرز دول برضو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بس ما نزودش. لا وتعالى بقى يعني هقول لكم برضو معلش، هو انا لما اتعلمت حبه الرز دول انا علمت كام واحد؟ بس بخلاف طبعا، مش قصدي على حضراتكم، مش قصدي على المشاهد، انا كام شاب او كام شيف اشتغل معايا وكام حد علمته حاجه. المقصود انت بتسلم غيرك وغيرك بيستلم وغيرك بياخد وغيرك بيتعلم، واللي انا علمته شيء هيعلم غيره. هي الدنيا كده، خد وهات والدنيا بتتحرك. حبه رز في اللطافه، كفته زي ما حضراتكم شفتوها. شفت الكفته؟ شفت الكفته دي؟ خليك عندها، انا هجيلك حالا عشان ازود الحبه اللي جنبها دول بالمره. وادي كمان حبه الكبد دول، وهنا بص حبه الكفته دول. بدل ما نعمل طبق تاني هنطلع دول كمان معايا. شوف كفته بيتي يعني، مش حكايه يعني. لو فحم ما تمشي نفس الكلام معايا عادي. كده فاضل عندنا ايه؟ فاضل عندنا الطاجن بقى، طاجن الفراخ. بسم الله ما شاء الله. طب بص بقى انت قبل ما اطلع انا بصه عشان نطلع واحنا امان، تمام؟ على البركه. ناخد بقى دي عشان ايه؟ دي سخنه جدا بقاله بتاع ساعه في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. شوف المنظر عامل ازاي؟ اكيد مش هغرفه كده عشان نشوف اللي جوه ايه، نقلبه ونبص جوه احنا وكيفنا. تمام انت شفت؟ عشان بس لو هنقلب شفت الطبق. بص بص انا احب الطاجن يبقى كده يعني، لازم يكون محمر حلو كده وبصلته حلوه كده. تعال نبص قبل ما نقلب، شوف الملامح عامل ازاي من جوه. بص البصليه عامل ازاي، شوف المنظر. شوف طب ما توريني كده ايه اللي جوه ده كده. ايوه الله اكبر. بص نقلبه ولا نسيبه زي ما هو؟ بص الفلفليه عامل ازاي. بص والله يعني لو قلبناه هيبقى شكل الطماطم دي مش موجود وبدلها بطاطس في الطاجن ده. ولا اقول لكم سيبه، لو انا في البيت عندنا مش هقلبه الصراحه، هسيبه زي ما هو. حرام، هو حلو كده يعني. طب الطماطم الحلوه محمره دي مش هنلاقيها تحت، بس نطلع حاجه بس منهم عشان يبقى واضح لحضراتكم، والاستاذ المخرج هو بيصور يبقى فاكرين بس احنا عملنا ده. الطاجن ده ايه؟ طاجن الفراخ. الفراخ بالبطاطس طبعا. ايوه كده. بس عشان يبقى باين كل حاجه عشان ايه نبقى واضحين. على ما اعتقد امورنا زي الفل، اطباق خفيفه لطيفه اي حد يخش يعملها. حبة رز عاديين وحبة كبة طبعا بالصوص، وسنيت كفتة عليها حبة طحينة، وعندنا طاجن فراخ بالبصلة مع طبعا الخضروات لو حبينا، وحبة طحينة خدنا جزء منهم حطيناهم على الوش والجزء الثاني سيبناهم كصوص. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة في نفس الميعاد، والسلام عليكم.